أفادت مصادر للعربية في لبنان بين قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني أخليا ساحتي رياض الصلح والشهداء من المعتصمين كليا، كما ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من مثيري الشغب. يأتي هذا بعد وصول تعزيزات للجيش اللبناني إلى وسط بيروت لمؤازرة قوى الأمن الداخلي، وخاصة بعد قيام مجهولين بتحطيم واجهات محال تجارية وسط بيروت ووقوع عمليات نهب، كما تحدثت المعلومات عن إصابة متظاهر بجروح بليغة. قبل ذلك أصيب العشرات جراء تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية.